ورحمة الله وبركاته، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في وصفة جديدة على قناة بيا أما فاصون بطريقتي، وكنترجى الله تكونوا جميعا في أحسن الأحوال وبالصحة والعافية والهنا. اليوم نقدم لكم واحد الوصفة جديدة كيف ما عودتكم، اللي هي هذه عبارة عن الكاشير بدون مواد حافظة، بدون ملونات، وبدون لحم، بدون كفتة، بدون روز، او كيف ما شنو كيديروا فيه تاني، بدون شنو تيقولوا ليه سميد، يعني مكون لا يخطر على بالكم ابدا ابدا، يعني صحي 100%. غادي يعاونكم بزاف ان شاء الله في رمضان، وغادي تشكروني عليه، فقط غير جربوه ما غتندموش عليه. وعندي كذلك لكم ملاحظات في اخر الفيديو، وضروري تسمعوها باش تصدق معكم الوصفه من اول مره غادي تجربوها. وكنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم وتجربوها. وكيف العاده اذا عجبكم المحتوى ديال القناه، لا تنسوا ان تدعموني بلايكاتكم والاشتراك في القناه، وتبارطاجيو الفيديو في المواقع التواصل الاجتماعي مع الاهل والاصدقاء كي تعم الفائده. وكذلك اللي ما مشتركش في القناه وعجبو المحتوى، اذا كنتم اول مره كتزوروا القناه وبغيتوا توصلوا بجديد الوصفات، ضغطوا على زر الموجود بالأسفل الفيديو باللون الأحمر لتحت، وفعلوا الجرس، وضغطوا على كلمة كل باش يوصلكم إشعار بالجديد. وفرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله، نبدأ في مقادير ديال هاد الوصفة. عندي هنا واحد جوج ديال البربات متوسطين، يمكن إلا عندك وحدة كبيرة ممكن تديري وحدة كبيرة. عندي هنايا كاس ديال الزيتون بلا عظام، كاس ما عامرش ديال الزيتون بلا عظام. وعندي هنايا المكون الرئيسي ديال هاد الوصفة اللي هو الجلبانة اللي كنصوبو بها البيصارة، هي هادي. عندي هنا كاس ما يعادل 250 غرام ديال الجلبانة. عندي نص كاس ديال الزيت، زيت المائدة. عندي هنايا القزبر، قزبر يابس. وعندي هنايا في العطرية عندي الملح. عندي هنايا الثومة غبرة، هادي الا ما بغيتيش ديريها يمكنك تستغني عليها. عندي هنايا واحد الخمسة ديال الضريسات ديال الثومة هكا كبار. عندي معلقة كبيرة ديال الخرقوم او الكركم، نص معلقة ديال الفلفلة حارة يمكن تستغني عليها حتى هذه الا ما بغيتيش الكاشير ديالك يخرج حار. عندي هنايا واحد المعلقة صغيرة ديال الابزار. عندي هنايا واحد المعلقة صغيرة ديال الكمون. وعندي هنايا معلقة صغيرة ديال التحميرة او البابريكا. هذه هي المقادير اللي غادي نحتاج. اول حاجه غادي ندير، غادي ناخذ طنجره على هذا الشكل، وغادي نخوي فيها هذاك الجلبانه اللي هنا غسلتها. غادي نخوي فيها هذاك 250 غرام ديال الجلبانه على هذا الشكل، وغادي نزيد على هذه الجلبانه مقدار كاس ديال الماء. غادي نكب عليها هذاك الكاس النيت اللي كانت فيه، غادي نزيد عليه الماء ديال حتى كاس ونصف، كاس ونصف ديال الماء على هذا الشكل. وغادي نديرها فوق البوطه تطيب ونرجع معكم. خليت الجلبانه كطيب، وغادي نقشر الباربه يعني نقيها. نقيت هاد الحبات بجوج ديال الباربه. غادي نجيب فاش غادي نطحن، غادي نقطع فيه هاد الباربة، على هاد الشكل عشوائيا،
قطعت هذوك الحبات ديال الباربع على هذا الشكل. غادي نضيف لي هذاك نص كاس ديال الزيت، وغادي نضيف العطريه كامله على هذا الشكل. نضيف الخرقوم او الكركم، نضيف الفلفله الحاره، الابزار، الثومه، يعني نضيف العطريه كامله وخلاص، والملح على حسب الذوق. ما غاديش نزيد هذاك الملح كامل، ولكن غادي نزيد القياس ديال الملح على هذا الشكل. ونطحن كاع هاد العناصر، نطحن كاع هاد العناصر ونرجع معكم باش ما نصدعكمش بالصوت، ونرجع معكم. نسيت القزبر، غادي نضيف كذلك القزبر. بعد ما ضفت القزبر غادي نزيد نطحن، صافي دابا ها هو طحنتو، عطاني الخليط ديال الباربة والعطرية مع الزيت، عطاني على هذا الشكل. وندوزو دابا للجلبانة. الجلبانة هي كطيب، ولكن ملاحظة، او الى خرجت هاد الكشكوشة يمكن تحيدوها على هذا الشكل باش ما كتعطيش المروره في الاخير. يعني فين ما تظهر هاد الكشكوشه نمشيو معاها بحال هكذا ونحيدوها. هاي الجلبانه يا البنات طابت، عطاتني على هذا الشكل. وكملاحظه فهذاك الكاس ونص د الماء اللي درنا في الاول راني زدت عليه. فين ما تشوفوا الجلبانه بدات كتنشف زيدوا كاس، يعني الكاس اللي زدناه في الاول، الكاس الماء اللي زدت في الاول زدت جوج الكيسان، ولكن بمراحل. فين ما كتنشف ليا كنزيد كاس، وكنتظر هكاك حتى كطيب صافي، وكتنشف بحال هكذا، وها هي واجده. يعني باش تعرفوها طابت، ها هي شفتي كيفاش ولات، يعني غير كتضغطي على هذاك الجلبانه يعني كتبان بانها طابت. المهم غادي نضيف على هاد الجلبانه هذاك الباربا والعطريه اللي طحنا مع الزيت، غادي نضيفها على هاد الجلبانه على هاد الشكل.
تعطيني الخليط على هذا القوام. على هذا الشكل. غادي نحاول نحيد هاد الزوائد من لاباراي بهذا الشكل. صافي هاد لاباراي صافي ساليت منها، نحيدها نضع جانبان. نجيب الزيتون ونخلطو بحال هكذا، نضيفو للخليط زيتون بالعظام، بانت لي هنا واحد الزيتونة فيها العظام، نحيدها ونخلط مزيان هاد العناصر هكذا على هاد الشكل. نخلط مزيان الخليط ديال الجلبانة اليابسة مع داك العطرية ومع الباربة اللي طحنا على هاد الشكل. بعد ما خلطت الخليط ديال الجلبانة اليابسة مع العطرية مع الباربة مع الزيتون بالعظام، دابا غادي نقول لكم واحد العنصر سري اللي غادي يجمع لنا هاد الخليط، اللي هو هاد. غادي نزيد على الخليط ديال الجلبانة اليابسة والباربة والزيتون هاد الجيلاتين، هذا جيلاتين حلال. غادي ناخذ جوج وريقات غادي ندوبهم في الماء وغادي نعصرهم ونزيدهم على الخليط. خديت هنايا زلافة فيها الماء، غادي نزيد واحد جوج وريقات ديال الجيلاتين. غادي ندوبهم في الماء ومن بعد غادي نزيدهم على الخليط. هاد الجيلاتين غادي يساعد لي هاد الخليط باش يشد فراسو. المهم نتسنى حتى يذوب واحد شويه ونزيدو على الخليط. غادي ناخذ هاد الجيلاتين غادي نعصروه من هذاك الماء وغادي نضيفو للخليط وهو سخون شويه ونحرك مزيان. بالنسبه للقالب اللي انا اختاريت هذا ديال لاباراي باش طحنت، غسلته ودرت فيه واحد شويه الزيت يعني ودهنته مزيان. كما يمكن لك تاخدي مثلا شي قرعه ديال المناضه بحال هذه مثلا، تقطعيها هكذا من النص وتغسليها ودهنيها حتى هي بالزيت، ويمكن حتى هي تاخديها كقالب. او لا تاخدي هذا البابيي سولوفان، حتى هو يمكن لك تستعملي البابيي سولوفان حتى هو ديري فيه هذا الخليط. المهم انا اختاريت هذه.
كيف ما قلت لكم راني دهنتها بواحد شويه ديال الزيت هكذا على هذه الطريقه صافي. ونجيب الخليط ديال الجلبانه ونبدا نعمر في القالب هكذا. نضرب عليه فحال هكذا باش يتقاد ليا في القالب لهذا الشكل. نعمر ونضرب يعني باش ما يبقاش ليا الفراغات بين القالب وبين الخليط على هذا الشكل. صافي نبقى على هذه الطريقه حتى نعمر القالب كامل. وهو بعد ما عمرت القالب ديالي على هذا الشكل جا على هذا الشكل عطاني يعني عطاني الحجم ديال القالب عمرته كامل. كنضرب هكذا باش نخوي الفراغات الهوائيه صافي. ونخليه ليله كامله. انا دابا راه كنصوبو في الليل. دابا هذه 10:30 ديال الليل يعني غادي نخليه حتى الصباح. غادي نخليه نبيتو في الثلاجه ان شاء الله حتى الصباح ونرجع نوريكم كيفاش عطاني وكيفاش ولا القوام ديال هذا الكاشير اللي من دون لا كفته الدجاج لا كفته البقري او الغنمي لا روز لا سميده. غادي نرجع نوريكم كيفاش عطاني القوام ديالو واللي ان شاء الله غادي ديروه ان شاء الله في رمضان غادي ينفعكم في رمضان يعني بلا ما تبقاو تشريو هذاك الكاشير اللي كيتباع في المحلات اللي كيكون ما كنعرفوش اشنو دايرين فيه. تيكون فيه المواد الحافظه وكيكون فيه الملونات. هذا كاشير مصايب في الدار على يديك ان شاء الله. الغدا ان شاء الله نرجع باش تشوفوا معايا كيفاش ولا. وقبل من هذا الشيء بعدا قبل ما نديرو في الثلاجه غادي نسدو هكذا بالبابيي سولوفان غادي نسدو بحال هكذا باش ما يعرقش ليا هاد لابارتي من الفوق. صافي نسد عليه ونديرو في الثلاجه ان شاء الله ونلتقاو غدا ان شاء الله حيت خصو يبرك في الثلاجه على الاقل 8 ديال السوايع يعني بلا هذا كاشير بلا ما غادي تطيبيه او لا تديريه في الطنجره او لا في الكوكوط. غادي نديرو تو سامبلومون في الثلاجه وغدا ان شاء الله نرجع معكم. صباح الخير البنات. الكاشير ديالي ها هو بعد ما جبتو من الثلاجة غنفتحو معاكم باش تشوفو. ها هو اسمح لي نتماسك شتو كيجا كاشير من دون لحم ولا كفتة ولا روز ولا اي تشي حاجة يعني كيجي على هاد الشكل. نفتحو معاكم
باش نخرجو غادي نحتاج الموس بحال هكذا، ندخلو نجم بهذا الشكل باش يسهل عليا نخرجو. هو البنات وقت ما بقى في الثلاجه قد ما كيزيد يقاد هو الكاشير صباح واجد. نتمنى يعجبكم الفيديو، نتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها. غادي تنفعكم كيف ما قلت لكم في رمضان ان شاء الله. كاشير من دون لحم جا على هذا الشكل، وهذا ما كان هنا كينتهي الفيديو ديالي. الى اللقاء في فيديو جديد معي انا بيا اما فاصون بطريقتي. ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد، وشكرا على المشاهده، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.